شوف 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 هذا توك هذا وشنو هذا؟ السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله كامل راكم لاباس. اخوكم محمد امي معكم اليوم في هذا الفيديو. هذا الفيديو اليوم وي اليوم ديجا قبل ما ندخلوا فيها حبيت نقول لكم واش راكم لاباس، راكم لاح صافا؟ على بالي بلي هذه غيبه، على بالي بلي هذه غيبه. واذا حبيتوني نقول لكم علاش هذه الغيبه ما فيها حتى مشكل، والله ما يكون قلبي يقول لكم واش كاين واش ما كاش، باش ما نخبي عليكم حتى حاجه، باش يعني ثاني تفهموا. كاين بزاف ناس سبعتوا لي مسخره وراوا لي فيديو امي توحشناك منا. مي بون اليوم جيتكم فيديو، كنت راح ندير فلوغ على كل حال، مي ما حبيتش ندير فلوغ، قلت نعطيكم ان شاء الله اليوم فايده اللي صح تقدر تبدل لك حياتك انت وانتيا، تقدر تبدل لك حياتك. هذه صح تقدر تبدل لك حياتك لو كان تحط لينرجي موراها وبيان سو تفهمها. ثاني حاجة حبيت نقولها للناس موريال، راني راح ان شاء الله لموريال في سبتمبر. نورمالمون لو 25 سبتمبر نكون تما لمدة 5 ايام ولا 6 ايام هذا المكان، وراني حاب نتلاقى معكم كامل، يعني ان شاء الله تكونوا تحسوا لا ميم شوز بلي راكم حابين تلاقوا بيا ونتلاقاو كامل في كاش بلاصة. وسورتو سورتو القهاوي، نكثروا من القهاوي، نكثروا من القهاوي، قولوا لنا القهوة المليحة كاملة في موريال اللي يخدموها لك يعني بكاليتي مليحة ماشي بالماشينة، ونشربوا قهوة تاع هذيك البلاصة. واللي ما يشرب قهوة ما على بالي شنو هما لي بريوريتي تاعك، مين عديو كبر ربي سبحانه. شكون اللي سمع خطرة هذيك المقولة اللي يقولوها الفقير يبقى فقير والغني يبقى غني؟ وعلاش هذيك الحاجه؟ خطره سمعت فواحد لا كونفيرونس واش قال هذاك السيد. هذه الحاجه كي قالها كتبتها في الكراي ديالي، كتبتها في الحيط، كتبتها في البريشيدر، وكتبت حطيتها في يعني في ورقه في الطوموبيل ديالي باش ديه من نفكر هذيك الحاجه. قال هذا الانسان قال له كنديدو الناس الحكومات يعني تاع العالم يدو كامل الدراهم تاع العالم ويقسموهم على الناس اجمعين بالتعادل، هذوك الدراهم كامل تاع العالم ما يطولوش ويعاود يولوا للجيوب القديمه. وشنو هي الحاجه اللي تخليها الفقير يبقى فقير والغني يبقى غني؟ خليني نحكي لك واحد الحكايه. هذه الحكايه بزاف انتريسون. كاين واحد جماعه تاع الناس، هذوك جماعه تاع الناس اختار امبيشوس يعني عندهم درايف، عندهم حابين يديروا حوايج بزاف في حياتهم. كي تلاقاو قال لك اي نديروا بيزنس، كي تفتحوا يعني حابين يفتحوا بيزنس، قال لك شنو هي لا فالور يعني لقاو شنو هي الحاجه اللي هذاك البيزنس وعلاش هم حابين يفتحوا البيزنس. اوكي من بعد كي لقاوها شنو هي لا فالور، شنو هي الحاجه اللي راح نزيدوها للمجتمع ديالنا بهذيك يعني باش ينجح البيزنس. هذه هي قانون تاع يعني برينسيب تاع النجاح، وشنو هي الحاجه اللي راح تزيدها لا سوسيتي هذيك باش يعني تنجح في البيزنس ديالها. كي لقاوها يروحوا دوكا يحوسوا على الرؤيه تاع البيزنس تاعهم، ولا وراح يكون على عام ولا عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، من بعد كي يلقاو هذيك الرؤيه دوكا لازم لهم ان بلون يعني خطه باش يلحقوا يخدموا في هذيك الخطه ويلحقوا للرؤيه تاعهم تاع عام ولا عامين ولا تاع الهدف ديالهم. المهم كيما في اي بلاد في العالم، كيما في اي بلاد في العالم، هذه في اي بلاد في العالم شنو هي استثار جماعه تاع الناس يعني نهار داو الاستقلال، جماعه تاع الناس جاو مع بعضهم اللي كانوا باينين في هذيك الحرب ولا يعني مول الاستقلال، هذوك جماعه تلاقاو قال لك وشنو هي البلاد. اوكي البلاد هي بلادنا. اوكي وانا حابين دوك نشوفوا البلاد على 5 سنين 20 100 سنه 50 سنه، على 100 سنه يعني لازم يكون عندهم حلم كبير. من بعد هذوك الناس شي لازم يديروا باش يلحقوا لهذيك البلاصه، وانا حابين تكون البلاد ديالهم، وانا حابين تكون البلاد ديالهم. كي يعرفوها لازم دوك يديروا ان بلون ويخدموا هذاك البلون باش يلحقوا البلاصه هذه، كانها البلون هذاك هو الطوموبيل، ولو كان ما تحطش فيه لينرجي يعني كانك ما حطيتش ليسونس في الطوموبيل ديالك، ولا ما حطيتش ديازل ولا التريسيتي يعني هذه هي ما تمشيش الطوموبيل هذيك حتى وين تحط لها لينرجي، يعني حاجه اللي تعطي لها باش تزغل. لكن ايماجيني هذيك البلاد ولا هذيك يعني نقول البلاد ان شاء الله تفهموني، ولا هذاك البيزنس يصرى فيه الفساد، يعني دوكا راهو البيزنس هذاك انتيكو بيان بداو يدخلوا في الخدامين، بدا يمشي الحاله، من بعد بدا يدخل دراهم، بدات تنجح الحاله، من بعد يصرى فيه الفساد. هذاك المعلم ولا هذوك الحكام اللي محكمين البلاد ولا المسيرين اللي نورمالمون يطبقوا الخطه باش يلحقوا هذيك البلاد البلاصه اللي راهم حابينها، ولا الشعب اللي راهم حابين ولا حابها الشعب تكون يعني، ولا راهم حابينها الخدامين تكون هذيك الشركه، ويصرى فيها الفساد. دوكا في هاد لا سيتياسيون شكون اللي راح ينضر؟ كاين زوج انواع من الناس في هذيك الشركه اللي هم خدامين. كاين الخدام اللي كي يخلص
يحسب دراهم هادوك الخلاص ديالو البي تشيك، يعني مهما يكون كبير ولا صغير يحسب البي تشيك ديالو، يحسبوا بلي هو فاكيه، يعني هالفاكيه هذيك هي ربي رزقه، يروح يصرفها ويقول ما عنديش، يعني لازم نعيش حياتي، تعيش خطر عاد فاهم الصحه برك، يقول هاد الحوايج. كاين انسان دوزيام لا مونتاليتي دوزيام، هي هذاك الانسان كي يخلص مهما يكون البي تشيك ديالو صغير ولا كبير، مليون ولا 5 ملايين ولا 10 ملايين، المهم قد ما يكون هذا يحسبها كانها بذره، يخدم يخلص الاخر ديالو، من بعد هذوك الباقي اللي نحي منا ونحي منا ونحي منا يحسبهم بودو، يروح ينفستيهم، يروح يحطهم في بلايص وين يقدروا. وهذاك الانسان اللي يخدم ويحسبهم فلوس يخبي يخبي، من بعد يشري طوموبيل، من بعد ما عنده حتى دراهم في البنكه شرا طوموبيل ولا الحق، هذاك هو لو بوت ديالو الاخر، راه ينفستي فيهم، ما شرا طوموبيل ما والو، بصح ما شرا ايفون ما والو، راه ينفستي فيهم. دوكا كطيح الشركه هذيك ولا يعني الحكام يولي فيهم الفساد، شكون اللي راح ينظر وشكون اللي راح يشفي؟ ينظر الانسان اللي كان تاكل على الدوله هذيك ولا اللي كان تاكل على هذيك الشركه، لانه دوكا قطعوا له البي تشيك ديالو، ما ولاش يخلص كيما راه كان يخلص، بالك ما على باليش صرا فيها فساد وبوزاوا، دوكا ما عندوش. والانسان اللي كان ينفيستي منا وينفيستي منا وينفيستي ويعز على روحه ويعز على لا فامي تاعو جوج باش يبني لهم مستقبل مليح في هذاك المومو، كان يساكريفي يعني باش يروح للبارك، كان يساكريفي باش يشري الايفون هذاك ما يشريهش، يخبي هذوك الدراهم وينفيستيهم يعني. دوكا هذاك الانسان ما راحش ينضر، هذه هي الحاجه اللي دير لا ديفيرونس يعني دوكا، لانه هذاك الانسان اللي كان يخبي دراهم وكان حاسبهم بدراهم، هذا كان يخمم في الاقتصاد ديالو، هذاك ما كانش يخمم في الاقتصاد تاع البلاد، ما كانش يخمم في الاقتصاد تاع هذيك الشركه، كان يخمم فقط برك على الاقتصاد ديالو. والانسان الاخر كان يخمم على الاقتصاد تاع البلاد، دوكا هذاك الانسان تلقاه يشكي، تلقاه يقول لك ما قدرتش، وهذه هي انا حوزونا من الخدمه وما كانش منا دراهم وناقصه لاباي وناقصه منا، وهذاك الانسان تلقاه دوكا يلقاه حلول، كيفاش نقدر من هذوك البذور اللي غرستهم كيفاش نقدر نكبرهم دوكا. يعني هذه هي لا مونتاليتي الانسان اللي نورمالمون نعيشوا بها، انسان تاع اللي يستثمر هذوك البودر، نحي دوكا ما تشريش ايفون جديد، ما نشريش لاكوس، ما نشري الحوايج غاليه، يعني ندي هذوك الدراهم ما نشري تريكو انا تاع 500000، نشري تريكو تاع 100000 وهذوك 400000 نروح ننفيستيهم في بلاصه باش يولوا لي مليون. نعطيكم اكزومبل الفقير كيفاش يعلم يعني اولاده، عندهم جاردان نقولوا هذاك الحنوشه الجاردان هذه كيعيشوا فيها حنوشه، فيها بزاف يدخلوا لها، يعني دار الكاريناج دار غلقها كامل، بصح الحنوشه مازالهم يدخلوا وهو خايف على ولادو. هذاك دوكا واش يدير؟ يروح يشري البوازون تاع الحنوشه، يروح يشري هذا الصوالح غير باش يحارب الحنوشه. المرفه كيفاش يخمم يعني الغني الانسان كيفاش يخمم في هذا السيتياسيون؟ يخمم باش يرونطريني ولادو باش يحاربوا الحنوشه، يعرفوا يتعاملوا مع الحنوشه، لانه في العالم هذايا ما تقدرش تحارب العالم لازم تتعلم كيفاش تتعامل مع هذا العالم، كيفاش تتعامل مع هذا العالم لازم يكون عندك هذيك الرؤيه وناك حاب تروح، لازم انت تكون في الفون، ما حياتك ما تصارش كامل اكسيدون. علاش يجي نهار انت كي تقود حياتك وديتها وناك حاب تروح تما، يعني هذيك بصراحه غير بالديسيزيون صغار، لي ديسيزيون صغار في النهار، يعني لي ديسيزيون صغار في النهار، لي ديسيزيون حتى تلقى روحك في هذيك البلاصه اللي كنت حاب تروح تما وتضم وراك وتقول الحمد لله خدمت وساكريفيت الصوالح بزاف ولحقت هنا وعندي الحق دوكا نحتفل ونقدر نعاون الناس ونقدر نعاون فلان ونقدر نفرح لافامي ديالي. هذه هي لا مونتاليتي يعني الصح. علاش كدير حاجه يوميا؟ يقول لك جناح تاع الفراشه دوكا بعد 5 سنين، يعني لو كان يضرب هكذا بعد 5 سنين يولي تسونامي. عباك واش معناتها تسونامي؟ يعني هذاك الريح لو كان دير حاجة صغيرة يوميا بعد 5 سنين تولي حاجة كبيرة، انت اللي راك ديريكتي في روحك، يعني كي تلحق في لافام ما لحقتش تما اكسيدون تقول لهم وي خدمت، وي درت، وي شقيت، وي عييت ما رقدتش، الحمد لله بصح خدمت، يعني هاد الحاجة ماشي محظوظ ولا يعني مزهور ولا حاجة، انت اللي خدمت عليها وانت اللي خدمتي عليها وانت اللي حبيت تلحق تما وفي لافام الحق تما والحقتي تما، هذاك هو واش يقولوا له سكسال، هذاك هي البلاصه اللي تجي فيها هذيك المشاعر تاع الحمد لله ربحت، ربحت في الحياه والحمد لله اني قادر دوك نعاون الناس، اني قادر، لانك علاش ما كنتش تصرف كامل دراهمك باش ترى، لانك علاش ما شريتش طوموبيل خبيت هذوك الدراهم وانفيستيت هذوك الدراهم، لانك ما شريتش الايفون الاخراني وساكريفيت الايفون الاخراني، استعملت في تليفون قديم واستعملت هذوك الدراهم باش تنفيستيهم في بلاصه واحده اخرى، ما شريتش تليكو تاع مليون وبعد خلاص الدراهم، شريت تليكو تاع 100000 وخذ هذوك 900000 راح انفيستيتهم. عباكم ليكيب
في الحياه هذه ديسيزيون. الحياه ماشي سهله، ما نكذبش عليكم، الحياه ماشي سهله. ما على بالكم احنا شغل نعاملوها كانها سهله، فكش واحد قالنا الحياه راح تكون سهله. لا لا، هذو الحياه لازم دي ساكريفيس، لازم صوالح، لازم انتنشن، لازم الانسان على باله وناو حاب يروح بعدا يخدم يحط لينرجي تاعو مول بون ديالو يوميا، غير بالحاجه الصغيره، غير بالحاجه الصغيره، غير بالحاجه الصغيره، غير بالحاجه الصغيره، حتى وين يجي عام عامين ثلاث سنين تلقى روحك وين راك حاب تلحق. انا بلا ما نطول عليكم لكيب، ما حبيتش يعني حبيت نهضر على هذا السوجي تاع دراهم، تاع انفستمنت، كيفاش الانسان يتعامل مع دراهم، لانه ما عاملوهاش في المسيد، ما وراوهاش في المسيد، ما واحد ما انا ما نكذبش عليكم تعلمتها من عند الناس اللي عندهم يعني هذا لا مونتاليتي، الناس اللي يفرحوا كي تقال معهم يعني تقول، لانه احنا خصنا لانفورماسيون، احنا ما خصوناش دراهم، خصونا لانفورماسيون. وان شاء الله تكون هذا الفيديو فادتكم في حاجه، ما تنسوش ليك تطبقوها. انا دوكا مستنوا فيا يعني لي ستوديو اللي انا نعلموا فيهم دوكا في هذاك البرنامج تاع الطبع حسب الطالب اللي دخلناه الجزائر، وسمعت يعني قصص بزاف فور من عند لي ستوديو اللي يقراو عندنا. ما نكذبش عليكم راني معول نعاونهم تاع الصح، واني معول يعني نعطيهم لابورتونيتي، واني معول باسكو يعني الانسان انا كي قال لي انسان بلي دخلت البروجي هذا اللي قدرتو انت امين، لاني انا حاب نعاون لا فامي تاعي. ما نقدرش نوصف لكم شحال الرجوله هذا الانسان اللي عنده، وحاب يعاونهم ماشي باراكسيدون، وحاب يعاونهم انتشنال يعني قاصدها. ما نطولش عليكم ليك، انا حبيت نقولكم نحبكم في الله، وعلى ثلاث ايام ان شاء الله راح يكون مفروض من دار. انا ما نطولش عليكم، بونجور ليكيب، وروحوا نطبقوا كامل واش علمنا، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. هاي سلام.